معانا كونكت بتاع سنة تانية في يوم التن بيتكلم عن اتس هوم تايم. يعني ايه اتس هوم تايم؟ يعني وقت المنزل، الحاجات اللي في المنزل. ايه بقى things؟ يعني اشياء at home، الاشياء في المنزل. things at home. couch. armchair لو كرسي بايدين armchair. cupboard. wardrobe بتاع ملابس. bed. picture. TV. كل ده things، اشياء at home. computer. طيب ايه بقى rooms in the house؟ rooms اللي هي الحجرات جوه المنزل. في عندنا اربع حجرات او اربع اوض. bedroom. living room. kitchen. bathroom. يبقى bedroom، living room، kitchen و bathroom اللي هو الحمام. طيب عايزين بقى احنا نقول عندي او امتلك. هناخد النهاردة verb اسمه عندي او امتلك. هناخد النهاردة محمد verb اسمه ايه؟ عندي او امتلك. verb to have. يعني ايه have؟ يعني عندي او امتلك. يعني ايه have؟ عندي او امتلك. have دي ليها اتنين، ليها اخوات. فيها ليها have، اختها have، واختها has. يبقى هما الاتنين اخوات، have وhas. have وhas. طيب مين هياخدوا have؟ الاي. احنا طبعا لازم نكون حافظين الضمائر. انا عندي 7 ضمائر في الانجليش، اللي هما مين؟ مين هما الضمائر اللي عندي؟ تمام. انا اي، هو هو، هي هي، شي هي، شي والغير العاقل ات. يعني اي حاجه انا مش عارفه نوعها او مش عارفه ان هي او غير عاقل ات. هما زي احنا وي انت يو. طيب محمد لو انا جيت قلت لك احمد، احمد هياخد ايه من الضمائر دولة؟ هيساوي ايه من الضمائر؟ هي. طب لو عندي سلمى، شي، هياخدوا شي. طب لو عندي علي اند عمر، هي. لا، علي اند عمر مش هي، علي اند عمر دول هما، وهما بتاخد زي. مين؟ زي. طب لو عندي اي اند عمر، انا وعمر هيبقوا مين؟ احنا وي. هتكلم عنك انت، انت يو. يبقى تاني الضمائر بتاعتي اي، هي، شي، ات، زي، وي، ويو. وانا عندي احمد، احمد ده بيساوي مين؟ احمد بيساوي هي. سلمى شي. علي اند عمر زي. اي اند عمر وي. طيب مين هو عندي او امتلك؟ verb to have. عندي او امتلك verb to have. طيب مين هم اخوات have؟ have وhas. have وhas هنستخدمه في زمن المضارع البسيط. طب المضارع البسيط بيتكون منين يا محمد؟ بيتكون من فريقين. فريق بيحب الاس هياخد has، فريق ما بيحبش اس وهياخد have. يبقى فريق بيحب الاس وهياخد has، فريق ما بيحبش الاس وهياخد هاف. طيب مين الفريق اللي هياخد هاف؟ اي وزي ووي ويو. دول هياخدوا هاف ما فيهاش اس. طيب مين هياخدوا هاز؟ هي وشي هي وشي وات. دول بياخدوا مين؟ بياخدوا هاز اللي فيها اس. يبقى دول بياخدوا هاف ودول بياخدوا هاز. مين بياخدوا هاف؟ الاي والزي والوي واليو. مين بياخدوا هاز؟ الهي والشي والات. طيب هاف وهاز معناهم ايه يا محمد اصلا؟ معناهم عندي او امتلك. معناهم ايه؟ عندي او امتلك. طيب انا عايزه اقول دلوقتي ان انا عندي كرسي ابو يد اللي هو arm chair.
هكتب ايه بقى يا محمد؟ ممكن تساعدني؟ هكتب ايه؟ هكتب ايه؟ اي اي عندي يعني ايه؟ عندي لا اما هاف لا اما هاز. هاف اي بتاخد هاف. كرسي واحد. كرسي اسمه كرسي ار تشير. طب هو واحد بس يبقى لازم احط قبله مين؟ ايه او ان. هحط هنا ايه ولا ان؟ عشان اولها حرف مين يا محمد؟ حرف متحرك. اولها حرف مين؟ حرف متحرك. طيب تعرف تقولهم تاني مين بياخد هاف؟ انا عايزاكم تكتبوا الكلام ده عشان تحفظوه. مين بياخد هاف؟ وفي الدايرة دي مين بياخد هاز؟ مين بياخد هاف يا محمد؟ هاف الاي والزي هما والوي احنا واليو انت. طيب مين بياخد هاز؟ الهي والشي هي وشي وات. طب لو عندي احمد هياخد هاف ولا هاز؟ احمد احمد هي وهي بتاخد مين؟ الهاز. طب لو عندي علي اند عمر هياخد ايه؟ ازاي يبقى ناخد مين؟ هاف. طيب دلوقتي عايزه اقول انا عندي تلفزيون في غرفه المعيشه، هقولها ازاي؟ اللي هي living room هقولها ازاي؟ اول حاجة I عندي يعني ايه؟ have a TV. انا عندي تلفزيون in جوه البيت. بياخد الكلمات اللي جوه البيت، الاماكن اللي جوه البيت بتاخد in. in the living room. living room. طيب تعالى نقرا الكلام ده في الكتاب. مكتوب هنا verb to have. يعني ايه verb to have يا محمد؟ يعني فعل يمتلك. مين اللي بياخده have؟ I وthey وwe وyou واي اسم جمع بياخد have. مين بياخد has؟ he وshe وit واي اسم مفرد ياخد has. اقرا يلا يا محمد. انا عندي هنا سورة armchair. كتب ايه الولد؟ I have an armchair. طب ليه حطينا an؟ an ليه حطينا an؟ عشان خاطر arm اولها a وa من الحروف المتحركة فبنحط an عشان ده كرسي واحد. طيب تعال شوف هنا تحت الكاوتش كتب ايه الولد؟ I have couch share in my living room. مين هي ماي يا محمد؟ ماي عندي او امتلك. لأ ماي ماي انا اي ملكي ماي. ملكي يعني ايه؟ ماي. يبقى انا عندي كاوتش. انا عندي كاوتش في غرفة المعيشة. طيب نستخدم بقى التعبير بتاع اتس. مين هي اتس؟ ات للغير العاقل وات بتاخد اس. واتس على بعض يعني انه يكون. اتس ا بيكتشر. اتس ا بيد يعني ده بيكتشر وده ايه؟ بيد. طيب تعال نشوف المحادثه الحلوه دي. دي منزل بتاع هنا، فقالت ايه؟ This is Hannah's house. مين هي هانز هاوس؟ هانز دي اس الملكيه يعني ده بيت هنا. This is my house. ده البيت بتاعي. I have an armchair. انا عندي كرسي له مساند. A couch كنبة. And a TV in my living room. كل ده في اوضة المعيشة. My bedroom is small. اوضة النوم بتاعتي small. small يعني ايه؟ صغيرة. The kitchen is big. والمطبخ big. I like my house. أنا بحب المنزل بتاعي. This is my house. I have an armchair, a couch, and a TV in my living room. My bedroom is small.
The kitchen is big. I like my house. طيب تعال نشوف أميرة's house، يعني ده بيت مين؟ بيت أميرة. هتتكلم عن نفسها، هتقول This is my bedroom. دي غرفة النوم بتاعتي. I have a bed. أنا عندي سرير. A computer. وعندها computer. And a wardrobe. وعندها دولاب ملابس. There are some toys. Toys يعني ألعاب. حطينا ليه are هنا toys؟ عشان toys إيه؟ جمع. There are some toys and box in my bedroom. في box كمان في البيدروم بتاعتي. It's great. إنها رائعة. تعرف بقى تحكي عن بيتك أنت؟ هتقول إيه أول حاجة؟ لا، هتقول إيه عن بيتك؟ This. This is I. This is I or this is my? بيت روم او this is my house او this is my kitchen. براحتك انت بقى تتكلم عن ايه المكان اللي عندك، وهتتكلم عن انا عندي. يعني ايه انا عندي؟ I have. انا عندي يعني ايه؟ I have. تعال نقرا ونشوف انهي صورة هتنفع. I have a cup board. Board in my kitchen. يبقى انا عندي cup board في my kitchen. cup board يعني دولاب، دولاب بتاع المطبخ. فين دولاب المطبخ؟ شوف اللي بعديه. I have computer in my living room. فين بقى الكمبيوتر؟ in my living room. فين الكمبيوتر؟ اهو مش ده الكمبيوتر؟ اهو الكمبيوتر قاعد على الشاشة اهو. طيب فيش كمبيوتر تاني موصلة بخلاص بدي. اهو دي متوصلة اصلا. اهو كمبيوتر. بيدروم ولا ليفينج روم؟ ليفينج روم حجرة المعيشة. اللي بعديها. I have a picture and my bedroom. شوف فين البيدروم هنا. بيدروم اللي هو أوضة النوم. في بيكتشر في أوضة النوم. اللي بعديها. I have an chair in my bedroom. اهو ادي بيدروم فيها ارم تشير، كرسي بمسند. اللي بعديها. I have a couch يعني كنبه in my living room. يبقى النهارده اخدنا ايه؟ اخدنا قاعده اسمها عندي او امتلك، يعني have و have. مين اللي بياخد have يا محمد؟ اللي بياخدوا have هم الفريق I و they و we و you. طيب عايزه اقول انا عندي قطه، يبقى I have a cat. انا عندي مثلا كمبيوتر، I have a computer. انا عندي كلب صغير، I have a small dog. انا عندي couch، I have a couch. طيب الفريق الثاني اللي بياخدوا has، مين اللي بياخدوا has؟ he وشي وات. هي وشي وات. طيب مين الحاجات اللي جوه البيت؟ الحاجات اللي جوه البيت couch، armchair، cupboard، wardrobe، bed، picture، TV، computer. طيب ايه الرومز الموجودة في الهاوس؟ الرومز يعني حجر. bedroom، living room، kitchen، و bathroom. عجبكم الفيديو عملونا لايك.